الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أما بعد، وحين خطبتي هركس هذا الإسلام كسيدا وأتيح قليي أودي رجليي إن دتكو أن شقيستان والدنيا دا أي سو سارا وح سو سار يشان سي وما ذهش الشيء وقمر ما السقوف في اللادان عيد وحطر كران واليوم في أخلاق العمل ما أنت قلب كأنه كهلا ينانا كاهر وكبيا مهم ويا وشقضه آداب تأي أخلاق الله لا ذه وسيدة قالت وشقيستاني سيدة أي دتك مسلمين تو شقيستان الشرعي قود دتشيبا كالدوان إنك شقيسة أو حول صوصار أرن كينو كليا ماها إحولها الله صوصار يا وين حد يشان إسلام ركان حلال نغضان وحين حسي دونا طوان قضب وشان كم بذيها أي لحريران أخلاق دا عمل كي لحريران عمل كلا قبنا يا وانو شروطها هي آداب تالي سي أخلاق دي وانا أكسنين لو أمرو شان تكالنا واقف كعامل كأهل الشقين يا أما عيدها وشقيا من نفتي سبيه أخلاقيات كي سيقنا لقد دون أيو قدب ككوبات الشقة الله شرطيه مرك الله شقي سنة أيو خد بدينا كصاب سنة إذا وحوية مشروعية العمل وحلقة شقينا يا إنه يو حلالة وإنك سيدا قال هذا الشقة الشقة ما تهاي ونمن نران لكن الشقة حلال ما تهاي بقى لقى فكرة أو شرعي قم وقلي آيادها إنه أخريه إنه دليل إلهي بأوحر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وحكى عربا إلهي والوحان دسية طيبك أو حلاش يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه حاران تقول هاي كديجا يا إن لا شقيستو يا إن لا صدق إذا استلا بضوا سداد دراديت حياب بدن أو شرعي إنه حاران تنو يقف كمسلم كيو قرنا يا حاران تقول نوعي ذا كلا دوان خمرجي قماركا لاروشكا ربا ذا بهاش الله يدعو وحي قف كشركي سو يبسنا يا وكهلا تأمينك وحيابا عصرينا نشوفنا بارن كينا ربا دي بيدي رجالنا يا يكشورن كيا عايم سكينا قالا دي بعد بعض كولا إن أي دين بحيان ربله أما الدين أي قاتان ربله استعباد العصر بقى الله يلا عصر جن وحيابا الدويا ده لوجو ما يستو الشرع يقولنا وحران تنمي سورة البقرة آخر كذا إلها وكورهم كذلك وحلا يلا عايم سك أما التأمينك كيس التجاري جينا وحرام كتعاون جا الشرع يقول يا هينا انت تكلقوا قصبابا ينا حراما وحسدوا كلا شرع انه دي ذي فعل كحران تكو قارسيني اما وح شيء حلال اها انا ذي بسطوت كشقيست كشقيست ايام مرارك قار كود انات كشقيست اي حرام نقونيس خب كاينات كي بسقف كنفتي سكو دفاعي وحلال لكن مركز وقال توقف كان يديك مسلين ومضادين ايو دقال سوكيه كوكالا ينات كي بيساوه حرام دوادان دختار كي مركو دادك كو دوين ينات كي بيساوه حلال لكن سبيرتوليه مركز وقتين وعب ايو كو سخرام ايو ينات كي بيساوه حرام وحيابا لبا وچي لبا اترا يدو لو ايق ايو مفاسد يدبك كرتب ميا شرط ديقال لباد وحوي إبرامو عقد للعمل ليتحقق العدل ولينتفى الخصام إن هالشيء يسجره ذاتك إنه هالشيء لانو بين لها يسلق لها أنك صاحب أنك أولالا أنك أهلا قول لهنا ويسكو قرحا قرال لما تجره مرخاتي لما تجره ويكالا لما نينا ويستيليا شرعي قوحو الشر دي كاردقة هاتي شقد دي ولاد الله قباني أما الشركة الله قباني أما الشخص الله قباني هالشيء سوى لقا ما مارمان هالشيء سكا إساقا صد حرمات بكفر دياه شقاد الله قبنا يا نوع عيتهاي إياه وقت قال لقو قبنا إياه إياه مش قاد الله قادنا إياه مربى ما ترى هدين تال حقيقيه شقاد النوع عاسي حديدا وقت قال سال لقو قبنا إياه
أدون كان والله كلا قادنا يا لبذا قفك كسر بحوايم بقفك له إلهي بس سبحانه وتعالى قرآن كتاكك والربي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومد إلهي ما أبو أقول يا روح لي هي شيء سيدة العالية والذين هم لأمانات معهدهم راعون ذاتك مؤمنين تأيل هاي وحكوا أمارين ينكوا إلالية عهدي قودية بلن كي قلان شردك استحادة أما أدابت استحادة الشقضة إلا هاي وحوي يسناد العمل إلى من تتواثر فيه الكفاية شقضة إلا ودي بقف قبان كرا وأود دي ذاله وكو أقونا نقون يأساق أقول هذا قف ذارك يسين وكوف الشلم يحبل ومديبه قرآن كواد بوتاوغا ورما حديث النبي عطيني صلى الله عليه وسلم النبي يوسف باوح الله يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم نكي ماذا حدا بكور الشقضة نقالها إيديب أنيقا إلالين أيانا أود نولي أقوان نوان الله إلالين نوان وانان إلالين أيان حوالها ومضى إن خيرا من استاجرت القوي الأمين أصحابي أصحاب تكمي ذا النبي قل الله الله أبي ذر لأوراني أبي ذر بألوران شرطوا يا الله عنه إن قيمة بضنبوها بركان النبي وحي وكول يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أبي ذرو شقدكما وناكسني يا مسؤولية ده ما لك لو تكفي عنك لكن هل كاكو ما في عند أنت لنوى أمان أو إن تكفى الشلان طلع بابا هنا إسكتشوك لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم ضدك الله بنها هاتي مرحة ونقني وحمد أحتني ماذا الله إلا إسكده قف با معار الله موتصنية walla gaya wa wax walba in laga dhameysan kara ka joog agoonta xoolahoodana madaxa ka noqonin iyo mas'uuliyadana ha qaadin nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay min calaamati saa qiyaamada calaamadeeda waxa kamida ila wasida al amru li ghayri ahli fantadhir saa hadithki bukhari sahiha qiyaamada calaamoyinkeeda waxa kamida marka dadka aan aqoon lahayn amaanana lahayn xilka ummada loo dhiibo waqtiga soo qiyaamaha calaamoyinkii si la joogaayo qiyaamadu ay soo dhawdeen waxa afraad oo akhlaaqda amalka kamida at takleefu bil mustadaa'i min al a'maal qofka shaqeynaya inuu isaguna qaato loona dhiibo shaqo uu kari karo shaqo uu awoodi karo shaqo aanu awoodi karayno ka culus ama ku badan haduu iraado waxan baaranaya laga yeeli maayo سيان الشقض وفشل من مدعامية من خاصرة قرآن كتاسوين برايا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونسوس تشيق السقفك أودي سينو طلاب صدا عملية عبادة با إلهينا إنما سارين وحينا كريم نبي صلى الله عليه وسلم ومدى إسلام كلها الله وحك لها دلي شقاله هذا شقاله تشري تشري بريقا أدواماها ديكو بخاري بوكو سوغي النبي وحوري ان الله ان اخوانكم خولكم جعلكم الله جعلهم الله تحت ايديكم اضمها اركيسن وا ولاله دينتيدن كولا ولالاي الهي با مدح ايدين كدغه وا شقال ايدين ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعلوه على معنى الحديث شقدها ودرنا وحاني كري كري حتى ودرتانا كساعدها كو ايغينا شقد أدابت هذا وحا كم إذا أداء الواجبات قبل المطالبة قبل المطالبة بالحقوق قفك الشقين يا إنو حقي سدون تو دلبضو مركو شقدي سردم يا وحا لقو يشي الشقد أقبو واختي والبنا إنت أسالك سينا يا أما مركا إلا ما أتالك سينا يا وحو قفكو دلبن كرا حقي سن مركو وحي لقسو غي لما يا سلاسنا وحويان أرين عامة وشرعي عقل قبائي شيئيان حتى إلهي ذات الدوميس كل رقم نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بول الله لو حول يتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله معاذ ومتقى أن حق إلهي أدومها كله يحق إلهي أدومه كله تفضلا وإحسانا وي حق إلهي أدومها كله وحوي إنا عابدان وأنا عدك للا عابدين حق يسوي كل يهينا وحق يقول سيكوي لنا يا وحي وإنو شرنا يا مركا وأنو عذابي مركا إنو قفك إلى هذا يسقون شقدي قبانين أما أي كلا كعسنت هاي أما أنا لما يستلموا حقي سوى نسكتة جاية
waxa ka socon maayaan oo laga aqbali maayo waana ta imika iska badan qofba laga yaabo intuu qandaraas qaato dhaxda markay maraysay inuu ka soo horjeesto kula way ugu goodaye ama soo kordhay ama waan iska tagay maxkamad iyo xabsi buu istaahilaa qofkaas sharciga hadii lagu dhaqmo muranba ma yimaadeen ka dawladda u shaqeynayaana waa saas oo kale mar haddaanu qofku xilkiisii gudani mushaar ma leh akhlaaqda caamilka ayaa iyadana aynu gudbi lahayn oo shan qodoba qofka shaqeynaya aadaabta looga baahan yahay iyo shuruudaha waxaa ka mid ah alquwatu waalamaana inuu yahay qofkani amaana mid leh waynu soo sheegnay awoodna mid leh oo inuu kari karayo waxan oo uu qaban karayo amaanadaasi saddex arrimood bay koobsanaysaa muraacaatu lwaqti in waqtiga la ilaaliyo sideed saacadood afar saacadood waxbaa lagu heshiiyey 12 saacadood waa inaanu qofku intaa ka bixin shaqada ah mar hadduu heshiiskaa saxeexay dadka qaar baa ku weydiinaya dowladdaan u shaqeeyaa iyo hay-ad fulaane dee anigoon tegin baabaan mushaharka qaataaye ka waran dee waa inaynu weydiinaa adigu ma ogolaan lahayd qof aan kuu shaqaynin oo meeshaba kuu soo xaadinin inuu mushaharkaa qaato jawaabtu maya weeye maya buu ku leeyahay qofku dee tanina waa maya waa mushkiladda hadda iska badan danta caamkaa qofka ku jira inaan cidiba dabagelinba waqtigu waa daruuri shilimadiiyo waxa isu dhigma waqtiga waxaa ku ilaalinaya ammaanada inuu qofku qishka iska ilaaliyo waxaa qishka la yidhaahayo isweydaarka waxaa labaad saddexaad oo ilaalinaya allaa yastaqilla mawqicahu fi lcamal qofku shaqada caamka ahe u hayo inaanu danihiisa gaarkaa uga faa'iidaysanin hadday tahay lacagta iyo hadday tahay gaadiidka iyo hadday tahay shidaalka iyo hadday tahay shaarka mas-uuliyadda uu gashan yahayba waayo qofku marka uu mas-uuliyadda caamka a qaado dadku way u habradaan waxyaana wana way iska siisiiyaan iyo hadiyado aanay marka kale siiyaan uu bannaanka joogo marka qofku taa waa inuu ku xisaabtamaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi man isticmalnaahu calaa camalin farasaqnaahu risqan famaa ukhida bacda dalika fahuwa guluul aw famaa akhada musamaya majuul labadaba waa ku ansaxaya xadiid qofkaanu shaqo u dhiibnee mushahar ku qaadanaya mushaharkaa waxaan ahayna uu xada ama qaataa waa tuuga buu nebigu tuugadii weliba weynayd weeye dad baa laga yaabaa intay hay-adu shaqeeyaan ama dowladda ama shakhsiyaad markuu kastamarka iyo macmiilka ka soo iibinaya wax inuu idhaahdo maxaad aniga igu nabaysa waa arrin caamaho hadda iska badan waa wastaad waa nijaar waa shirkad buu ka socda wasaarad buu ka socda marka wuxuu leeyahy mashruucan anaa keenay ama qandaraaskan anaa kula fududeeyey si uu kuugu hirgalo maxaad aniga ii saaraysaa ila intaasaa faa'iidadu ay tahay waa xaaraan loo geeyo xaaraan kana inuu ku saaciidu kaga qaato maaha kana inuu saa ku ceeshaa waxa weeye caruurtiisu buu sun waraabinayaa waa arrinta hadda badan weeye wuxuu kuleey intaasaad igu qabtaad iga faa'iidaaye oo aan kuu keenaa mar walboo mashaariicahe maxaad ii ogoshay haddaanad waxba ogolayn dee hebel baa ogol dee qofkiina hunguri baa haya taasaa lagu wada halaagsamay waxaa aada u cajiiba qisadii bukhaari ku sugnayda ibnu lutbiya asxaabigii la odhanayay xooluu nebigu uri soo ururi markuu soo ururiyu keenuun buu yihi haadaa lakum haadaa lii intan anigaale intan waa intii ummadda eed ii dirtay intan anaa la ii soo hadiyey aada buu nebigu u xanaaqay isqancinta ninkaasi uu isqanciyey waa asxaabi mu odhan waa asxaabta isaga u aamuseeye oo iska dhaafee minbarkanuu fuulay nebigu aada buu radiyey magaciisa ma soo qaadin laakiin wuxuu yihi maxay ku dhacaysa qof aanu shaqo u dirnay inuu intuu wax soo ururiyo yidhaahdo labadaasay meesha u qaybsantay intanna ummaddaale intanna anaaleh bal muu gurigii hooyadii iyo aabbihii fadhiista buu nebigu uu eega in wax loo soo hadiyeyey in kale luqad adag buu kula hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dadka mas-uuliyiinta ah arrimaha ka fogaada dadka sidaa kula ceeshayow ka daaya mujtamaca waa inuu ka dhiidhiyaa waxaan la diidaa oo uu noqdo runtii xaaraanimadiisu mid ay muuqato waxaa akhlaaqda ka mida qofka caamilka shaqaynaya itqaanu lcamal shaqada inuu qurxiyo wax waliba xaragay u baahan yihin rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay wanaaguu shay walba ku qoruu ku qadaray marka wax walba waa inuu qofku wanaajiyaa u qabanayo ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu labada xadiid baa muslim baa warinaya war dad yahow midkiin ilaahay u jeclaadaa markuu shaqo qabtuu hagaajiyo shaqada waxaa laga feejigayoo la diidaya qowda maqashii waxnaha u qabanin t
تي اي داد كورن جيرين حاسد شق حاسد اذا قضيه داسي لبا اريمود با كو هيرغلين كاراي اتقانكا ميدا هوريه وخي ويان انو قفكو ان يختار العمل الذي يناسبه قفكو مركو شقدان وناجينيا وا انو ودقاقا وخو قبان كرو شقدان نو قبا ادرتا ما كاراي ما اقانو وانا ورانا فرتن شقانا قانا تن وان غرانيا تن وان غرانيا ايدو هنغوري او ودو افو وخ كوين لمريا ودلاعا وفشل ميون ادرتا ما اقانا ان وينتا سن كاريا ما كو قبطا ايو ارينتا لبادو اه أن يعرف العامل متطلبات العمل قفك الشقين يا إنه قرط الشق هذا وحي وبانت وأنا هذا أنت أسوأ قلبا وبهانا وحسن كفر سمين كريا ما إيه هاي سما يا أتبقى قبل ما يوم ساس الشق هذا كوه جاجي كرتاه وحس الدح هذا أخلاق ذا قفك الشقين يا كم إذا يا كلا الشقين يلا بضبا إخلاص ذا عدنمو ذا عدنمو ما هكل يوم دين يا عبادة ده هو يكون أكسنتها، لكن قفك مسلم كي وح والبوان ودعت كيه، وأنا خائن هاي. إخلاص كنا وحوى استشعار العامل بأن الله يراه قفك الشقين يؤق هذا إنه له يجيو. هدان مسؤولين تأركين كل أدرى هدان وأركين هدان شرع جهور تاجني إنه له أركيو. إخلاص كواكا يدعتني مضو. مركا يدان عذيب أجين بوحي سوونا تنا يا لما يستر يا وح أمسي هاي إنه وحي سحراش الله. إلهي بأحر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك أجا نخر ذا للي إستقع ما أنت حسابيك وقفلا واحد ثمين ترتباك كصاب حي بركا قفك أرنتا حساب تاسين الدنبي سوين وكرتا واتيكوك لدويه قفك الدين تلهي قفك أن دين تلهين دين تسائر عليسة إيمان كيساب بريق يحجي وقفك ضاعة أخلاق ذا اللو قبها هاي قفك شقينة وحويا الالتزام بأنظمة العمل حيرك الله لكتايا النظام كاللقوة ذا شقينة هشيسك يقود بذي سئنو إلاليو بركو رسول كتاك والربي وحوري المسلمون على شروطي حديثك صحيحة مسلمين توحي كو قصبين وهاقيا وكالوضايا شروطي لكتايا بركو حبات labada qof ku heshiyeenay isu shaqeynayo isu baahna qodobada heshiiska qof waliba uu ku qasbay inuu fuliyo waa akhlaaqday kamid tahay wax rag isku ogeeyay ma xumo bay dhaa Soomaalidu ha dad bay isku og hadiidkaasan u daliila marka kaasa idin qorna qof waliba waa inuu halkaasii akhristaa gartiisa waxa saa xaq lagu ugu lahaa fuli qodobka ugu muhiimsan waxa weeye sanada akhlaaqda amalka kamida ama ka shaqeynayaba يلا شقيها بقى الالتزام بالواجبات الشرعية إنه قفكو إلى ليو لا شقيها هي شقالو بقى إلى ليان واجباتك شرعية دين توحيا بها واجبت إلى هاي إنك الدونة يا بقى كهر يا عدك لبوحي كادونيس مركز طول الشقين يا وين لقود درا قرمة وقتك الصلاة هو قرمة كم عيادة قرمة لتقى أدان قرمة كبيرين رمضان هو قرمة شقوينك إلهي أمر كان إلهي بأمر هذا كلورن كهري مركا عدنا لقمي إليو عدنين هشيس كشماء خلاف سن وكهري من واجبات شرعية مركا قارا كود بات قلاياشي إن إسكرد لغي سنة إسا نقاشية دود با إسكرد شرطة كلول والله بس عضوات سيسعون إسا مساج كأكتو دان أدان كيبا سماعات لغا دوبا كرح بحية لو ما بچه إذا بلو ما نتشوچين أيو dadka shaqaalaha ay weena cadaystaan qofku bareeri soo dhiibtura waqtiga salaadiba ku beegan macallin baan ay waqtiga xisadaas waxay ku beegantay faralkii deemar shaqayn karayo kana waa inuu markii horeba ku xisaabtama arimaha marka la isla akhriyo shanta iyo shanta waxaan rajaynaynaa shaqadiina xalaal noqoto shaqadiina wanaagsanaato shaqadiina aanay muran yeelanin marka waxa halka kaaga muuqdo in aynu ka arkayna sida shaqada gaalada u qabtaan inayna soo waaridin way inagu xalaal iyo xaraam baynu kala eegna maxaa xalaal aynu qaadanaa maxaa xaraana aynu ka feejignaana arrinkana caalamiya adduunyaduba saasay u shaqeysaa tan la arki jiray waxa haddii aad aragto qof ku warwareega diintii buu ka dulboodo diinta ma xeerinin idan muhiimadu islaamku siiyay amalka waa taa adabta loo shardiyaa akhlaaqduna waa ka inaynu ilaalinaa inaynu ku liibaanayna waxaynu haynaana uu ku barakoobaya وهذه الشر مركّة الآداب تنيّة أخلاقيات كن لا إلهية بركة ذي بايمان سوي لهاي بكرّة للنقنية
هدي كلنا بدنانتي وحبتر ما يصير بلا بركة كذا بين يا وحي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.